الأخ يقول أحسن الله إليكم، هل يوجد زكاة على مبلغ 4000 دولار؟ الله أكبر، 4000 دولار هذه عليها زكاة بإجماع الناس، حتى اللي يقدرون بالذهب وهو قول ضعيف، أكثر العلماء يقدرون بالفضة وهذا هو الصحيح، ليس هذا موضع الكلام عليه تفصيلا، لكن هذا هو الراجح بلا شك، وهو الذي فتاوى عامة العلماء إلا بعض الباحثين. فزك الله يجزاك خير، وإذا كنت ما زكيت العام وقبل العام زكي 3 سنوات و4 و5 بحسب ما تركته، يعني بالريال السعودي، الريال السعودي تقريبا النصاب اليوم 1400 ريال، تزيد قليلا أو تنقص قليلا بحسب سعر الفضة، وإذا أردت الدقة 595 جرام فضة تضربها في سعر الجرام يطلع عندك، آخر ما ضربناها كانت 1400 تقريبا، تزيد شوي أو تنقص نسيت الآن. وفي بعض العلماء جزاهم الله خير في كل سنة، ومنهم الشيخ الفاضل العلامة الشيخ الله يجزاه خير الشيخ سعد الخثلان جزاه الله خير، هذه من حسناته وما أكثر يعني حسناته، كل يعني رمضان يجيب تقدير الجرام ويحط في يعني تغريدة ويضع، ونحن نستفيد منه يعني في هذا، وغيرنا يستفيد، بل تروح تتعب وتبحث وتدور، فهذا طيب جدا، وخاصة أكثر الناس يزكون في رمضان.